السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه طريقة عمل المدخنة للنحل، لأن النحل بدون المدخنة يهاجم النحال، فلذلك طريقة عمل المدخنة كالتالي: نلف الخيشة لف شديد عشان تتماسك وما تصير رخوة، لأن لو صار بعد ما شديناها شد قوي كما تلاحظون. الآن نربطها من الوسط ومن الأطراف عشان تتماسك. زي ما انتم شايفين العملية كلها يعني ما تكلف. الخيط من نفس الخيش، والخيش مجاني، والعملية كلها بسيطة، بس لما الواحد يعرف الطريقة الصحيحة يستطيع يستفيد من العملية بدون ما يهدر الخيش ويهدر الموارد اللي عنده. ربط من الوسط وربط من الأطراف، وربك سميع الدعاء. طبعا على عملية الإشعال عملية فنية فيها نوع من الخبرة والاحتراف مع أخونا النحال سالم. طبعا التوليع يبدأ من الرأس ويستمر لمدة حوالي نصف دقيقة، ويستمر في الإشعال إلين نتأكد إنه خلاص اشتعل رأس الفتيل هذا أو الشعلة أو المدخنة، وفي علامة تبين لنا إنه خلاص المدخنة جاهزة عندنا. حنشوفها الحين، شوفوا الحين، يعني شوف لما يكون يظهر لنا بياض في الأطراف، زي ما أنتم شايفين في بياض، شايف البياض هذه خلاص معناتها المدخنة جاهزة. شكرا.